أبرز المرشحين للاستفادة من هذه الجولة هو الرائد اتحاد بالعباس الذي يستقبل الجار مولودية سعيدة صاحبة المركز الثالث عشر. من جهته الوصيف أولمبي شلف سيتنقل لبجاية لمواجهة الشبيبة المحلية التي تسعى لمواصلة سلسلة النتائج الإيجابية رفقة مدربها سعيد حموش. شريك الشلفاوة في الوصافة شباب باتنا الذي يحقق أفضل انطلاقة له في المواسم الأخيرة يريد استغلال فرصة الاستقبال على ميدانه وأمام جمهوره للإطاحة بجمعية الخروب التي تقدم وجها مقبولا في هذا الموسم. متديل ترتيب شباب عين الفكرون الذي يعاني إلى غاية الجولة الحادية عشر سيواجه منافسا قويا وعنيدا يطمح لاستعادة بريقه الضائع بقيادة المدرب نور الدين سعدي. فيما سيحاول نادي بارادو الفوز على أولمبي أرزي وشبيبة سكيكدا الفوز على أولمبي المدية وأمل بوسعادة على حساب اتحاد حجوط. أما ديربي الشرق بين اتحاد الشوية وأهلي البرج فسيحتكم إلى خطط المدربين الجديدين.